الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة، يفضل مستقيمي العمود الفقري، واللي ما بيقدر يوضع وسادي بصير باستقامة العمود الفقري أو على كرسي، الكفين على الفخذين أو الركبتين بحيث يتلامس السبابة مع الإبهام، والأصابع الثلاثة الوسطى والبنصر والخنصر مفرودين، بسموها تشين مودرا. أي شكل بيتخذه الإنسان بيتشكل منه طاقة، هالطاقة بتساعد على تنظيم الهالة الأثيرية. مرخ الجسم، الذراعين، الكتفين، الصدر، نغمض العيون، شهيق بهدوء بلطف بانتظام، وزفير نفس الشيء. بالشهيق عم نراقب بالشفة العليا مكان دخول الهواء بفتحتي الأنف، كيف الهواء بارد. بالزفير راقب كيف يصير سخن. شهيق، زفير، تابع مراقبة. تفاعل الشهيق والزفير، السالب والموجب، ليل والنهار، اليمين واليسار، عم بولد حياة. الشهيق عم يتنقى الدم، والزفير السلبية عم تخرج، عم تتنظم الحرارة، عم بصير في حياة. العقل الباطن رح يفهم من حيث نعي أو لا نعي إنه بمجرد الشهيق عم يتنقى شيء ما منا، وكون نحن كل شيء فأي شيء من نقي، وكأنه عم ننقي أنفسنا، وبالتالي هي التنقية عم بتكون لأفكارنا. الفكر بهذا التمرين بمراقبة التنفس عم يتنقى وعم يتركز. قوتين للفكر بدنا نبقى ناخذهم بعين الاعتبار. إذا إنسان عنده فكر نقي وما عنده تركيز ما رح يستفيد، وإذا عنده تركيز وفكره غير نقي رح يكون خطر، ما رح يستفيد. الإنسان اللي عنده فكر نقي مع تركيز هو اللي مؤهل لتصعيد
طاقة الحياة ليصير في عنده وعي. هو ما بيعرف شو رح يكون، كيف رح يصير، فقط المطلوب منه انه يتابع شهيق عم يتنقى شي ما منه، زفير عم ينطرد سلبيات ما منه بالشهيق. عم نرجع نحس بوقع الهواء البارد على الشفة العليا وبالزفير، عم نشعر بالهواء السخن. بمجرد المتابعة هو جمع للتنقي والتركيز، وهذا تمرين قوي جدا، فقط بيحتاج منا إرادة الاستمرار. منتابع بمراقبة الشهيق والزفير، بمراقبة التركيز والتنقي، عم يتطور شي ما بداخلنا مثل برعم داخل بذرة شجرة. بمجرد انه يتعرض لرعاية من قبل ذكاء معين بوضع الشروط الصح للإنتاج داخل قوتين أرضية وسماوية مع إرواء، بوجود النور رح يتوجه بشكل تلقائي وعفوي بعد فلق قشرة الأنا الخاصة فيه للنور. نفس الشيء في برعم بداخلنا، بمجرد تهيئة الشروط الصحيحة له بنقاء فكر مع تركيز، في شي رح يتطور في نور رح نشاهده بعيون داخلية، رح نحسه بحواس تجاوزي، رح نحس انه فينا برعم من نور، فينا جذوة روحية، فينا مساحة ايمان كانت محجوبة بقشرة من وهم فكري. بمجرد انه هيئنا لها
الشروط الصحيحة بدأت بالارتقاء تحتاج منا عناية ورعاية منتظمة كل يوم كل يوم مع مراعاة الحماية من الطفيليات والحشرات اللي ممكن تأذي النبتة الخارجية. أيضا في برمجيات فكرية ومشاعر سلبية ممكن إنه تأذي هذا البرعم الداخلي فينا. بمراقبة رعاية وعناية وإرواء صحيح ستنمو النفس وتعود إلى ربها مطمئنة راضية مرضية. هذه المراقبة للبرعم النفسي بداخلنا، هذه المراقبة الواعي هي عملية ري الماء، ماء الحقيقة للبرعم الروحي بداخلنا. فعندما يتفتح كزهرة لوتس بيضاء بداخل القلب النقي الناجم عن السماح للذبذبة الكونية فائقة الدقة وغيوث الرحمات الإلهية أن تهبط من علياء القدرة بسبب تركيز الفكر ونقائه، فإن النفس تعي معنى الروح، وهذه المعرفة هي الكفيلة بطرد أشباح الخوف وفجوات الرغبات وهم السنين وجمود الروابط والمعتقدات. فقامت قيامة الحقيقة بأنفسنا كما تقوم العنقاء من الرماد. كنا برماد الجهل قابعين بوهم الزمن، فأصبحنا بعين الحق نرنو وإليه نسعى دوما وبه نسعد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ناخد شهيق منحس بالبعد الزماني المكاني اللي حرض فينا البعد الروحي اللي فوق الزمان والمكان. منحس من جديد بوقع الهواء البارد والهواء الساخن. ناخذ شهيق ونحرك قليلا الأصابع الكفين. شهيق من جديد من وعي حالنا حسيا أكثر مع إدراك إنه فينا كنز ثمين جدا مخبأ بداخلنا. تحريك قليل للرقبة مع شهيق. نفتح العيون شي بسيط كثير ونحن عايشين بيقين إنه عنا
رحمة رب العالمين بداخلنا، شهيق نفتح عيوننا نعرف إنه نحن والحقيقة واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.